عسليمة أمل، عمرك 19 سنة، تقرأ سنه باك. أنت اللي صورت نائب عن كتلة قلب تونس سهير مخلوف في قدم لسي دار شعبين. قولي علاش أنت اخترت باسم مش اسمك وأنونيم، معناها التيمونياج متاعك. أنا اخترت نكون أنونيم على خاطر ما نحبش يصير لي أي ضغط من أي نوع آخر أكثر من اللي صار، حتى على عائلتي وحتى على عندي اخواتي وعندي ناس دايره بيا. ما نحبش يزيد يتسالوا ولا نتسال انا مره اخرى. انا مانيش انونيم معناها، ومن الاول وبرشا صارت عليا ضغوطات، اعلام، سياسيين، ناس دايره بيا، ناس تجي لدارنا كل يوم، معناها يزي بالحق يزي. انا هكاك ومانيش مرتاحه، معناها خلي باش تزيد تو الناس تونس الكل تولي تعرف وجهي. مثالش خلينا نقولوا توا مش وقتها، مش وقتها نطلع انا ويعرفوني الناس انا شكون بالضبط. كنت تحكي لنا شويه شنو صار نهارتها. نهارتها انا باش نمشي للقرايه، نقرا ما ثلاثة خرجت رتار شويه، انا ما ثلاثة بالضبط، ما زلت في الطريق الطويل هذاك اللي في دار شعبين مقابل الليسي اللي يقرا غادي كنت عديو منه الكل. نمشي في الطريق، فما كرهبه باش تشق، وقفت خليت لها باش هي تتعدى. تعدى عبد عادي نورمال، وبعد وقف، معناها انا ما انتبهتش، ميتها كرهبه نورمال، تعديت وهو واقف السيد هذايا. بعد كملت انا القدام، كيفته ما غزرتلوش، عاود مشى خدم الكرهبه وجاي يمشي بحذايا. وقتها انا معناها فهمت هي وقف المره الاولى وقف لي لايا انا، قعدت ما غزرتلوش، نمشي نصعدو عبدي بزنس. قلت خليه معناها هكا يمشي على روحه، ولي انت يمشي معناها بعد يقلب نوصل للاسي وكل باش ما يكبش ولا حكي كهو. قعدت انا نمشي وكل وهو يمشي بجنبي، وبعد متعدين معناها قريب نوصلوا لطفلة ولد واقفين كهو. كي احنا قريب نوصلوا هو بعد، معناها بعد عليا كمل فاتنا شوية، فاتني انا وفات الطفله والولد، وعاود وقف الكرهبه. كي عاود وقف الكرهبه معناها فهمت لي باش يعاود يستناني كيما المره الاولى. قلت لك فهمت اللي هو كي وقف معناها مش سبونتاني، معناها وقفوا برا انا في بالي كرهبه عاديه من الاول. فتك بالحديث وقت اللي يمشي بجنبي المره الثانيه، قاعد نسمع في صوت، معناها صوت نتاع عبد معناها درا كيفاش مش في حاله نورمال، تحسو قاعد يعمل في ايحاءات، فهمت كهو. توترت بديت نصور وقتها كي قبل ما يقف، خاطر الكهرباء باين يمشي ويحب يقف. صورت كي هو قريب يقف مازال يمشي، وصورت كي هو قريب نخلط والكهرباء واقفه تستنى فيا ونمشي ونغزر، خاطر كي انا سامع الصوت مانيش فاهمه معناها عبد معاه شكون والا وحده، فهمت. قعدت نغزر، كي غزرت من قبل ما نوصل له ما هكا من الكهرباء تنجم تشوف معناها العبد كيفاش. كي شفته هو هكاكا مع شطر اللوطاني، اول حاجه راه فيه كي نبدا انا من تالي كهو، التليفون بطبيعته مازال في يدي، عاود تصورته كيما هو كيما في التصاور، واضح بالضبط شنو قاعد يعمل، معناها مش كيما هو قال حاشكم اتبول ودرا شنو في ستاتيو نتاعو وكل هذيك حكايه من مخو جايبها باش يلقى ما يقول لاكثر لا اقل. وانت اول مره تراه غادي؟ بالنسبه لي انا اول مره راه. كيفاش جاتك الفكره انك تهبط الحكايه تشوف فيسبوك؟ عندنا احنا جروب فيرمي نتاع بنات، نعرفش هو نهبطوا فيه حاجات معناها كيما هكا، واحدة تصير الحكاية تتقلق من حكاية عندها بروبليم، اصلا معناها حتى كي هبط بروبليم مومبر له باسمي له حتى شيء. هبطت على الجروب هذا الفيرمي نتاع البنات، فيه تصاور فيه انا شنو بالضبط، شنو ريت، شنو صار نهارتها، وفيه وحبيت نعرف معناها قلت لهم شكون يعرف السيد هذايا شكونه، وفمي شي معناها شكون تعرضت لحكايه كيما هكا يقبل منه هو ولا وكل، خاطر من خلافه انا بديري معناها واخرين شافوا من خلافه، حبيت نعرف السيد هذايا بما اني عندي معناها تصويرته وكل هذايا شنو حبيت متصاور. وانت وقتها ما تعرفوش اللي هو رجل سياسي؟ بدتو جمله انا حتى كي روحت وريت تصاور البابا، وريتهم لامي، وريتهم لاختي، وريتهم معناها للفاميل كل، حتى واحد فينا لا عرفه معناها جمله. وكيفاه
كانت المبادره انك تمشي تشكي. رأينا من الاول حاولت نسال النهار الاول والنهار الثاني في الصباح، معناها توجهت للاداره نتاع الليسي، معناها شنو نجم نعمل، وين نمشي باش نشكي، معناها خاطر انا من با نعرف شنو معناها شكايه ولا ما نعرفش الحاجات هذو جمله. مشيت للليسي، مشيت لقيت حتى معناها عاون ام قدام الليسي في السته في نهارتها وانا خارجه زيدا وسالته. عاون الامن يعمل لي خذي الماتريكول نتاع الكرهبه وقال لي معناها عمل لك شي حاجه اخرى خلاف هذايا. قلت له معناها شنو ينجم يعمل لي اكثر من كونه وريني روحه في الحاله هذيك والسيد يتبع فيا، معناها كريم يتبع فيا ويحبني نشوفه والا ما نعرفش انا يحبني نمشي معاه يصدرش فيا ولا هكاك عبد يعمل هكاك في الشارع وتمشي وتقف لي تمشي وتقف لي وتعمل في صوت لوين تحب توصل، فهمت؟ قلت له هكايا. قال لي باهي ناخذ ماتريكول وكت تمشي تشكي وكل في المركز. قلت له وين نسال فيه معناها على البروسيدور، مركز دار شعبين مركز نابل معناها كيفاش. حكينا شويه وكها وفي الليسي زاد كلموا لي ما نعرفش شكون، قال لي باش نكلم لك تابع المندوبيه ولا شنو نتاع التربيه ولا ما نعرفش بالضبط ما نسيت. قال لي تو نكلم ونشوفوا شنو نجموا نعملوا وكل. حتى واحد فيهم مدلي من بوليسيه ولا في الليسي فما شكون وقتها قالوا لك اللي هذا راهو رجل سياسي؟ حتى اللي كي وريت من الاول للدوريه اللي قلت لك نلقاها السته قدام الليسي بيوسك انا كي مشاكل اللي كليتها من اللي شفته لا نجمت نروح لا نجمت نعمل حتى شيء. مشيت ما ثلاثه قعدت كيما انا في الليسي عامله هكا في الكلاس مصدومه شنو هذا. صحيح انا مانيش اول مره نشوفوا الشيء هذايا ولا مانيش اول مره نسمع، اما الشوك اللي كليتها نهارتها بالذات سورتو اللي انا مش شايفته برك، انا شايفته عندي تصاور لي معناها نعرف روحي ومتاكده اللي انا مش تقعد في شايفته كهو، انا نعرف باش نعمل حاجه اخرى بعد. قعدت هكيك للستة خارجه ومعناها في بالي باش نعمل حكايه نهارتها يا اخي. ما كيفاش جات الشكايه؟ كيفاش تقدمت الشكايه؟ باهي الشكايه كيفاش تقدمت الشكايه؟ مازلنا في اطار كوني كي وين نمشي لوين درا شنو من غدوه. يا اخي كلمتني امي قالت لي راهم جاوا البوليسيه للدار، ما مشيتش انا، جاوا البوليسيه للدار يلوجوا فيك. ما فهمتش علاش كيفاش. يا اخي طلعت معناها نورمالمون هما باسكو شافوا تصاور وكل، تحركت النيابه العموميه وحدها تحركت وهي اللي بادرت، معناها مازلت انا ما مشيتش شكيت معني كهو. وصار في لما انا بعد قمت هذيك مطلب القيام بالحق الشخصي، معناها وليت انا عباره انا شاكي زاد مش هما اللي شكاو زاد. وفي وصارت مواجهه بيناتكم كيف كانت؟ تسمعت من حكم التحقيق كيف شنو صار كي تقدمت الشكايه؟ وهل كنت فما فرقه انت عندك فكره على القانون العنف ضد المراه؟ وهل لقيت فرقه مختصه بمناهضة العنف ضد المرأة في المركز اللي انت مشيت له؟ هل تمت الإحاطة بيك؟ ما نعرفش فما فرقة ولا لا، ولا هيك تتسمى نفسها فرقة معناها متاع مناهضة العنف ضد المرأة. المهم أنا جاوني هزوني من الدار، ما قاونيش أنا ساعة في الدار، كلمتني أمي قلت لك يا أخي رجعت باش نمشي للدار، قالوا لي ليه أقعد استنينا في المركز. استنيتهم في المركز لين جاوني وجيت أمي وأختي معاهم ومشينا. نعرفش شنو هي البلاصه اللي هزوني ليها، صرت عدليه ولا نعرفش شنو تسمى، في نابل. في نابل اي مشينا وغاديك تبحثت. صارت مواجهه بينك وبين زهير من غدوه فما مكافحه. نهارت لي انا تبحثت غدوه الصباح قالوا لي باش تجي عندك مكافحه انت وياه. جاي هو الصباح عمل البحث نتاعو زاده كيما انا عملت قبل بالنهار في الليل في العشيه، وهو من غدوه عمل البحث. قعدنا خاطر احنا وصلنا بكري غاديكا استنيناه كمل تبحث بعد عملنا المكافحه. كيفاش عشتها انت المكافحه؟ المكافحه حاجه من وراء العقل، هو كيفاش سعى الهيئه والحاله اللي هو جا فيها لفق من عنده، قال كلام غلط دوب ما تخلي عمل لي انا حكيت معاك ولا ما حكيتش معاك. يا اخي انا كلمتك، يا اخي انا كلمتك، شد قاعد يقول لي كان في الحاجه هذيك انا كلمتك. ما نعرفش انا من با نجم نغزر له وقتها، من با نجم نحكي معاه، ما زلت تصيرو شكرا ومانيش منجمه نعمل حتى شيء وحدي بعد تلمو هو كلمني ووجه لي في الكلام. يا اخي انا كلمتك
قلت شبيه السيد هذا، معناه شنو يحب يعمل لي اكثر، معناه من اللي هو عمله لي، كونه يستندرج فيا وكونه يعمل في ايحاءات وكونه يمشي ويقف لي. معناه كلمتك، شنو كلمتك، شحب تكلمني مره جاي، معناه يجهزني وكهو قوم هزني. وقيت مسانده من العائله، كحكيت لهم الاطراف الكل، مع عائلتك الكل وقفوا معاك. وهو الشك في كوني من الاول نقعد نخمم برشا كيفاش نشكي بوين بالضبط، شنو نعمل، والبطيه اللي بديتها من نهار اللي صارت الحكايه في العشيه، من غدوه العشيه باش تقدمت الشكايه، الكل في جره العائله وفي جره معناها العباد اللي من الاول ماهيش معايا، حتى من عائلتي، ليه ما تشكيش، فك عليك، شنو هاكا لابس مريول فيه نبيل القروي ولا شكون، معناها رد بالك، ينجم يعمل حكايه، ينجم يطلع مش عارفه انا شكون، خاطر وباقي في بالنا معناها عبد يخدم في الحمله نتاعه ولا ما باقي في بالكمش اللي هو نائب. شنو تبدل في حياتك من وقتها؟ والله انا نصحيتكي باش نشكي باش تبدل الحكايه للاحسن، باش ناخو حقي في ساعه، باش نفهم، باش نشوف القضاء التونسي كيفاش يمشي، وبش اما من بعد تقلبت للاخيب اكثر مني للاحسن. يكفي كونه من با معناها تحسهم مقدمين في القضيه حتى تريف، معناها تو اكثر من شهرين مش شويه متحرك حتى حد. فاو قريت انا من الاول على الفيسبوك كيفاش الحزب عمل تحقيق في الحكايه، ولتو ما فما شيء، انا شاكيه ولتو ما فما حتى شيء، انا شاكيه ولتو هو الرؤوف في المجلس ينوبني انا وينوبك انت وينوب الشعب التونسي الكل، صوته ينجم يكون الفارق، عبد كيما هكاكا، عبد انا اللي شفته هكاكا، معناها اللي شفته انا ما ينجم حتى حد معناها يفهم ولا يحسه خلافي جمله. وفي حياتك العادية رجعت تقرا نرمال؟ رجعت طول من الاول، بعد قعدت نمشي ونقص، بعد في لي دوفوار ما عديتش الكل، نلقى روحي خايده، نلقى روحي نخمم، نلقى روحي مخي الف حكايه وحكايه معناها مع القرايه، معناها سكيسير مانيش باش نجم. شنو اللي مقلقك؟ اللي مقلقني سؤالة العباد التو، واللي مقلقني شنو عملنا التو اللي قدمنا، مقلقتني الحكايه الكل. تتمتع باحاته نفسيه التو حاليا؟ لا. المجتمع من جمعيات، فما مسانده من جمعيات؟ فما جمعيه اصوات نساء، هي الوحيده اللي بريسك لي معايا، هي الوحيده اللي ماني حتى خلينا نقولوا امور نفسيه معناها معايا مورالمون، زاد يكلموني يوميا، يسالوا عليا يوميا كهو اكثر من هما، فما حتى حد ريتو واقفه معايا بالحق من الاول، فما الناس الكل ما معايا، والناس الكل معناها تجي وتسال وكل، فما جمعيه معناها خذتني اون شارج بسيكولوجيكمون، بعثت لي بسيكياتر وجيني، اما من بعد ما فما شيء، بعد قص كل شيء. ما تعرفش علاش؟ ما نعرفش علاش. شنو تنتظر انت من مجلس النواب؟ وشنو انتظاراتك من القضاء؟ انتظاراتي كونهم يتحركوا. علاش السكوت الصمت هذايا الكل؟ الوقتاش ما نستنى يعني؟ كي معناها نكمل لتوا ما عديتش لي دوفوار، وانا لتوا نخمم وفي الدار اموري النفسيه مش سافا، في الليسي مش سافا، مع الناس اللي دايره بيا مش سافا، وقتاش باش نرجع انا سافا؟ وقتاش هما باش يتحركوا؟ وقتاش باش يفهموا اللي فما عباد تحب تاخو حقها؟ معناها مش انا برك، فما عباد من بات نجم تشكي ولا عندها معناها لي مويان باش تشكي، فما ناس تقول لي معناها نحبوك انت توصل لحقك، خلينا نحس رواحنا امو احنا تخلصنا من شويه من الفئه هذوكم اتخافيغ معناها انا وقضيتي انا جوستومون. شوفت كيفاش ترى اللي كيفاش قضيتك هي كانت شعلة متاع انطلاق متاع حملة كاملة، هي حملة أنا زيدة، كيف ترى في الحملة ذي كيفاش تطورت الأمور معنا؟ أنا هذه الحاجة الوحيدة اللي فرحتني على الأخر، وخلتني أموان نحس بعد صمت القضاء وصمت معناها اللي نستنى فيه الكل من الدولة،
هذيك حاجة اللي خلتني أموان نحس اللي الأمور مشيت بلوز أموان في بلاصة باهية. عندي مكسب فيها الحكاية، كي أنا نشوف برشا ناس تكلمت ونشوف حتى في ناس تقول في حكاياتها، معناها ناس راهم عندهم 20 و25 سنة، معناها حكاياتهم عاودوا توا في الحملة هذيك متاع أنا زادة، عاودوا توا قالوهم، فما ناس التولى نسيت يحكيوا معناها ويقولوا في لي تيموانياج متاعهم وشنو عاشوا وشنو عملوا وكيفاش، معناها تحرت الحكاية. أم خليهم يحكيوا، خليهم يحكيوا حاجة باهية على الأخر، خليهم يحكيوا، هذا مكسب من القضية. خلينا نقولوا لحد الآن هذا المكسب الوحيد.